أكيد نواصل الحديث عن كأس العالم، وسنتطرق اليوم بالتأكيد بأكثر تفاصيل للإعداد البدني. نبدأ مع فيتير. أول قيمة الإعداد البدني في عالم كرة القدم، مالك ساسي ووهبي الحمداني في هذا التقرير. حتى يمكن اللاعب انه يكون جاهز حتى في سن معين. الاشكاليه صغيره في عالم كره القدم، نلعب كثيرا، يجب ان نعطي اهميه للتحضير بين المباريات. ليس سهل أن نلعب خارج الميدان، ثم نلعب en Ligue des Champions, on rentre au centre d'entraînement ou à la maison à 6 heures du matin et طريقة العيش اللاعب، نلعب يوم الخميس ثم نتأخر في العودة إلى البيت، وبالتالي يجب أن ننتبه على طريقة العيش وكيف يقوم اللاعب بتجهيز للمباراة الموالية. مساء الخير بروف، حبيت ناخذ رايك تقييمك للمشاركه التونسيه في المونديال، وكم عدد المعدين في ريال مدريد؟ تونسيان سور لو بلان سورتو سور لو بلان فيزيك سورتو سور لو بلان فيزيك مو جي بانس كي لا انا اعتقد ان تونس قامت ب كأس عالم طيبة، خاصة على المستوى الجاهزية البدنية، وأنا أعتقد أنا فخور بأداء اللاعبين التونسيين من هذا المستوى. أعتقد أن تونس بلد صغير، ليس له عديد التعداد السكاني في تونس صغير، لكن الأداء الذي قدمه المنتخب التونسي أنا فخور به في هذه الدورة. بعد هذا أعتقد أنه في مباراة الدنمارك تونس قامت بمباراة جيدة. إمكانية التطور واردة وهو أمر بسيط، لأن نوعية اللاعب التونسي جيدة اللاعبين التونسيين جيدين ويمكن أن تتطور، وخاصة عقلية اللاعب التونسي يمكن أن تتطور. بونسوار بروفيسور. Ici en Tunisie, les joueurs aiment jouer chaque les trois jours quand il y a des cycles courts, parce qu'ils, entre guillemets, n'aiment pas s'entraîner. Donc il y a les matchs, il y a la récupération. Est-ce que c'est la même chose concernant la mentalité du joueur européen? Mais oui, je pense que quand même أعتقد أنه هو نفس الأمر بالنسبة للاعبين. لكل اللاعبين هم يحبون لعب المباريات ولعب كرة القدم، هو مهنتهم هو لعب كرة القدم وحبهم هو لعب كرة القدم، أو هذا ما يريدون القيام به. في المقابل Saluti a Davide, al mister Ancelotti e può darsi le blessure di Karim Benzema. Ah, per Benzema, prof? Sì. Per Benzema abbiamo sentito in qualche sito internet, in qualche giornale che è già tornato a lavorare con lei senza palla, cioè a secco. Sì, adesso sta lavorando con un fisioterapista a sua disposizione per qualche giorno in più di recupero a casa, però è monitorato sempre da noi e molto presto
si aggregherà con la squadra per poter poi preparare bene, pour bien préparer la, le premier match du championnat après. في متابعة طبية وسيكون العمل بطبع الحال حتى يستعيد كل. In agosto ci vediamo in Tunisia o no? Hai deciso ancora o devi ancora decidere? Ad agosto je pense pas parce que القريب العاجل صعب لوليو لان انا الان مشغول بالعمل مع الفريق. ci vediamo a giugno così ci organizziamo per un congresso. تكون في تونس في شهر جوان. Quel famoso congresso. Va bene, volentieri. Grazie tanto, prof. Shukran. Ci sentiamo. Grazie a tutti, grazie. Shukran, grazie, merci. Shukran, captain أنطونيو بنتوس طبعا المعد البدني لريال مدريد. أعتقد حسن يغذينا فكرة على طريقة العمل، على أساليب العمل. النجاح لا ولن يكون وليد الصدفة. أكيد الميستر يعني تقريبا قف على نقاط مهمة، منها على طبيعة الفترة الزمنية التي يقام فيها كأس العالم، يعني سبيشال وورلد كاب كما قال، تقام في نوفمبر ديسمبر. يعني اللاعبين ما عندهمش البري سيزون، ما عندهمش الفترة الإعدادية الراحة، ثم لاحقنا الفترة الإعدادية لما قبل المونديال اللي في 90 سنة التاريخ كان يجينا ديما في شهر 7، وبالتالي لم يتمتعوا بهذه الراحة، وبعدين لم يتمتعوا باللوسيك الفيزيك كامل، والإكسبير يعرفوا مرحلة الإعداد البدنية وبعد الفنية، وبالتالي مونديال سبيسيال والإصابات تؤكد ذلك. فرنسا ماهوش من الباب بالصدفة أنه دخلت المونديال ما غير تقريبا نصف الأساسيين اللي رفعوا اللقب في سماء موسكو، ما غير نقولوا كونتي، بوغبا، مانيون حارس صحيح رابع، كريم بنزيما أصيب قبل البداية، رافائيل فاران يعود تو في المباراة الثانية، معناها حاجات غير مفهومة. المنتخب السعودي وأنهي لأنه سيانوتر كا إديفيون، يعني حالة أخرى نموذجية، أنه الفريق يخسر ياسر الشهراني في المباراة الأولى ومعها سلمان الفرج الكابتن، وبعدين البريك وأسماء أخرى. على المستوى البدني ليست كأس عالم سهلة على صعيد التصرف، معناها لاجستيون بالنسبة للمدربين. والفيفا نفس الشيء غيرت الرزنامة، يعني لم نتعود على تقديم اللاعبين لمنتخباتهم أسبوع أو 9 أيام قبل المونديال. يعني الناس تجمعت بعد يوم 14 نوفمبر، هذا يعطينا يعني نكاد أسبوع قبل الانطلاقة الفعلية، لم يحدث قبل، كانوا فما أسبوعين 14 يوم على أقل تقدير، وأنا نذكر كانوا يتجمعوا 3 أسابيع وأكثر. بالتالي على المستوى اللياقي يعني كأس عالم خاصة وخاصة جدا. المنتخب التونسي عندي رقم وأنهي، المنتخب التونسي في رقم غير مسبوق على المستوى البدني، يفسر نوع من النجاح رغم أنه نجاح نسبي مع فشل في الترشح. جرنا 344 كيلومتر، الميستر هو تعرض لل يعني الاتجاه السائد البدني في المونديال، جرينا معدل متاع 115 كيلو في كل مباراة على المستوى الجماعي، هذا غير مسبوق بالنسبة للمنتخب التونسي، أنه قطعنا مسافة جملية 344 كيلو في 3 مباريات. يعطيك الصحة، هذا رقم مهم. حسني على الأرقام، سمعنا أنطونيو كيفاش تحدث على التحضير، شكرا لأحمد فارس على تأمين طبعا الترجمة، لكن حكى على الإرادة، حكى على العزيمة، حكى على المداومة، حكى على طريقة التغذية، طريقة التفكير، التحضير بين المباريات، يعني نقاط هامة هي ربما مفاتيح النجاح لأي لاعب. تحب تعليق أنت وبعد تأخذ تعليق فني؟ أجاوب على الجزء ده، بس عايز أقول تعليق. أنت قلت قبل ما نخش مع المستر البروفيسور، يعني أنت قلت إن مفيش اهتمام في الأندية التونسية بالمعد البدني أو كده، حاجة لا مفيش اهتمام بالمعد البدني، يعني ما يحطوش يعني فالور كيفاش شخص المدرب كمعد لا عندنا لا بالعكس لا كل النوادي عندها معدين بدنيين من اعلى ما فما تو في تونس. أنا عايز أقول لكن نحكي الحديث عن المعد البدني او التنويه بالعمل نتاعو غالبا ما يكون مغيب. على العكس بقى، ودي تجارب انا عشتها مع مدربين مصريين، ودايما بيكلموا
ان افضل معد بدني في الوطن العربي هو المعد البدني التونسي. ويمكن انا بقعد مع الكابتن عادل عبد الرحمن، وده كان لاعب بالنادي الاهلي ومنتخب مصر، صديق يعني، وله تجارب عديده في انديه سعوديه، في النصر وللشباب والاتحاد وحفر الباطن والوحده. ودائما وابدا بيكون المدرب او المعد البدني تونسي معاه. وكان عنده تجربه في مصر هنا مع في مصر عندنا يعني في مع نادي سموحه، وبعت جاب ضمن الجهاز الفني بتاعه معد بدني تونسي. مدربكم اللي خرج من ميثاق سطيف. ايوه هنحاول لك اهو. عندنا بقى كابتن حسام البدري من 10 سنوات، بقاله 10 سنين أنيس مع الشعلاني. انيس الشعلاني نعم، في الاهلي، في بيراميدز، في منتخب مصر، في جنوب افريقيا، في ميثاق سطيف حاليا، بس طبعا هم مشوا لظروف ما هناك يعني. فمعاه انيس الشعلاني معد بدني مميز جدا، وكان ليه دور كبير في النادي الاهلي وفي الفتره اللي عمل فيها مع منتخب مصر وفي بيراميدز وفي صفاقس. وعايز اقول لك ان الاهلي دلوقتي في جهاز السويسري مارسيل كولر، في محلل اداء ياسين المكاري وبرضه يعني واضح جهده كبير جدا في الفتره الاخيره. شفنا التطور أداء النادي الأهلي وتطور أداء بعض اللاعبين وتغيير مراكزهم، أكيد ده بيبقى جزء من تحليل أداء. يعني عايز أقول لك بالعكس، يعني إذا كان هنا في يعني تقليل أو يعني زي حارس بقى أنا ما فهمت، لكن المعد البدني التونسي منتشر بقوة في دول الخليج وعندنا في مصر أكتر من تجربة. يعطيك الصحة جمال النفادي، حاضر معنا هنا، عديد النجاحات، عديد الفرق اللي مر بها، نحكي عن النادي الإفريقي في زوز مناسبات، أولمبي الباشي، نجم متلوي، مساق بالمرسى، في رواندا مع الجيش الرواندي وفاز معها بالبطولة. عايز أقول لك إن هو أيضا تجربة في المملكة العربية السعودية. يعني المعد البدني ده وهو جاي مصر جايب معاه أجهزة بتاعته. نعم. بتاعته يملكها هو يعني. يعني في المغرب، في السعودية، يعني تجربة كبيرة. والحقيقة يعني المعدين البدنيين التونسيين مطلوبين جدا، لأنهم على كفاءة كبيرة وقدرة كبيرة على العمل وعلى الإنجاز وعلى تقديم الإضافة للفرق والمنتخبات اللي يخدموا فيها. أكيد وتأكيد لكلامه، معناتها نحن كمعدين بدنيين يكفي تقول أنك تونسي في أي وطن عربي باش يشهدولك بالكفاءة، ما تستحقش تزيد تحكي حاجات أخرين. وعلى فكرة نتصور للمعدين البدنيين ماخذين حظهم بالكداء، لكن ديما المدرب الاول هو اللي لازم يكون في الصوره. المعد البدني ما تخلقش باش يكون موجود في الصوره، عنده العمل نتاعو ويكتفي بالعمل هذاك. بس اعتقد شغله بيعبر عنه. أكيد. يعني شغل المعد البدني بيتحدث عنه، يتحدث ومش محتاج حد يتحدث عنه، بيبان على الفرق اللي عندها معد بدني قوي. اكيد توا الاعداد البدني هو اهم حاجه في كره القدم. معناها انت توا خذيت الدبلوم تاعك وحضرت روحك وعملت معناتها دراسات معد بدني، اصبحت بربي. حبيت نعرف هل ان الاداره الفنيه في تونس عملت ملتقيات نتاع تحضير ودراسه نتاع الاعداد البدني؟ خاطر هام جدا معناها النقطه هذه، حبيت نعرفها قاعده تصير ولا موجود؟ موجود قاعده تصير. قداش من مره في الموسم؟ على الأقل تلقى مرة في الموسم. ونحن حتى لو يكون عندك ماجستير كيف ما الحالة متاعي أنا، لازمك تتعدى بالجامعة باش تاخذ الدبلوم فيدرال باش تقدر تخدم في الرابطة المحترفة الأولى متاعنا. تويك أنت قلت الإعداد البدني من أهم الحاجات، قلت لي مهم جدا. أنا يمكن الحاجة اللي نخالفكم فيها الرأي، اللي الإعداد البدني مهم جدا جدا لكنه عنصر مكمل. ما يلزمش ياخذ حجم أكثر من حجم. أنا ديما نعطي المثال، المعد البدني تقول عليه عندك سيارة يحضر لك السيارة، لكن ديما اللي يقود هو أهم حاجة، هو اللي يختار الطريق وهو اللي يعرف يوظف القوة اللي أعطيتها له هذيك في مكانها المناسب. بربي سمحني أنت معناتها بصفت قربتك الملاعبية وتعرف تجم تحدد البيك دو فورم نتاع أي ملاعبي، معناتها الملاعبية البيك دو فورم نتاعو وقتاش يهبط مستوى البدني نتاعو، ولا اسكو تكون تجم تعرف ولا الملاعبية نتاعو؟ أكيد هذا يكون ساعة أول حاجة عمل في الإطار كامل، في الإطار الفني الكامل، ومعية المدرب والمساعدين نختاروا وقتاش يكون البيك دو فورم. مثلا سويفون الكالندري نتاعنا نقولوا باش نحاولوا نكونوا في أحسن حالة بدنية نتاعنا في الماتش هذا. في الماتش هذا لازمنا نضحيه شوي باش نحاولوا نحسنوا اللاعبين، وهذا كله يصير في اطار ستاف كامل. وكيف ما قال المستر قبيله، الحاجه اللي نحب ناكد عليها هنا بالكدا، العامل الذهني مهم جدا جدا جدا.
نقولوا بالفرنسيه سي ان فاكتور جينو المعدل البدني. اللاعب كي باش يجيك عارف انه باش يشتغل برشا وباش يتعب برشا، وانت بالنسبه له في الستاف انت اللي تعب فيه، انت اللي باش تعب، وجاي المعدل البدني هاو باش نجري او باش نتعب. اذا كان ما يكونش ذهنيا حاضر كيف ما يلزم وتكون عنده الموتيفاسيون كوم يلفو، هذا زاد يدخل في الاجواء الاحترافيه الموجوده في الدائر نتاع الفريق الكل. المعدل البدني اكيد ماهوش باش يلقى الماتير اللي باش ينجم يصنع بها البرودوي اللي يحب عليها. كابتن جمال، نقطه واحده ما نجمش نشاركك فيها، هي وقت اللي تطلب اللاعب في مباراه معينه اللي ينقص من الريتم شويه خاطر ما يش بتك لي فورم نتاعو وبيحاجتك فيه. لا ما فهمتنيش، ما فهمتنيش. مش في التدريب، في التدريب الشارج اللي نحطوه. اي نو شارج اي هذيك اش نحكي، تحضر سيونس دونترينمون تاعك وريكوبيراسيون. نحكيو على الشارج مش نجيو للجوار. سامحني بلا نفهم شارج في وسط الجبهه ثابت بربي في نتفاعل معاك قيس انت ثابت. المدربين يعني عاده المدرب الناجح هو اللي اختار الصف نتاعو بما في ذلك المعدل البدني. دونك اذا ما عندكش معدل بدني ناجح، معدل بدني تثق فيه، معدل بدني نجم يعاونك ويمهد لك النجاح، ما نساوش حتى مدرب نجم ينجح. هو قبل الكفاءة ساعات نجم تسهل المدربين اغلبهما قبل البحث عن الكفاءة باش تختار الصف نتاعك، مدرب حراس، مساعد ولا زوز مساعدين، مدرب لياقة بدنية اول وثاني اذا كان متاح في نوادي. نحكي لك وبطبيعة نتاع الأداء والتحليل بطبيعة الحال. مقاييس اختيار المعدل البدني قبل الساعة لا كاليتي دو ترافاي، معناها جودة الشغل. وانت توا كيما المدرب يتعرف بالنتائج نتاعه وبخدمته وتمشي دبوشة وراي واللي يتعرف ويحكيوا عليه الملاعبية يحكيوا به يقولوا راهو باوع، كذلك المعد البدني. الكريدير دو شوا الأولاني الساعة أنه لو كورون باس، ما نجمش انا للحارس المدرب الاول هو اللي يدربه. من سنوات تقريبا قريب باش ندخلوا ل 2010 2000 يا ربي قلت الالفيه الثانيه مع 2000 بدا المعد البدني يدخل ويظهر في تونس وبدات القيمه نتاعو تتعرف وبدا يجلب ليه الانظار. والمعد البدني الناجح هو اللي ياسر قلوب اللاعبين، خاطر اللاعبين ما يحبوش العمل، ما يحبوش الجهد، عامة تلقاه مكروه. المعد البدني الذكي هو اللي يقرب من اللاعبية برشا، يولي وصحابه يولي يثيقوه. العلاقة مهمة جدا، حكيو عليها حتى في علاقة أنطونو بلاعبي ريال مدريد بطبيعة الحال ما يحبوش برشا، ثقة. وبعد في آخر السيزون معناها يمشيو يهنيوه عليه، هو حضرهم وجهزهم بطريقة هذيك ثقة. واللي كان يعمل في 4 و 5 بليسيور في العام ولا يعمل بليسيور بركة، واللي كان يعمل دو بليسيور ما عادش يعمل إصابات. علاش؟ على خاطر التعاون مع المعد البدني ولا الثقة بيناتهم. اليوم توا فما يمكن سنه ولا سنتين تكلمت انت على محلل الاداء. اليوم يقولوا الناس اللي تفكر في كره القدم وعلى مستوى الفيفا واليوفا انه محلل الاداء اليوم بدا تقريبا ياخذ المرتبه الاولى، خذا حتى البلاصه نتاع المعد البدني في الاهميه نتاعو. انت قلت حاجه سون كومبليمونتير، شوف العمل التكتيكي والعمل الفني والعمل البدني وتحليل الاداء باش تعرف الخصم نتاعك وتطور الساعه اللعيبه نتاعك، وكذلك المعد الذهني، احنا نقولوا لو سوفرولوج ولا البريباراتور مونتال، هذوم الكلهم يكملوا بعضهم. وقت اللي كل انسان يخدم الخدمه نتاعو اوكي، شكون هذا يشابوتيهم الكل؟ لونترونور اون شيف. علاش؟ خاطر هو اللي ياخذ القرار في الاخر، لونترونور اون شيف هو اللي باش ياخذ القرار. دونك موجود انسان بالناس باراء طبعا الصف نتاعو ما ينجمش وحده. ما عادش فما اليوم مدرب الحقيقه تقرع من راسه، ما عادش فما اليوم عندك كاتر. علاش ما عادش اليوم نكلموا نقولوا انا ادجوان، سي دي كولابوراتور متعاونين مع بعضهم، ما عادش نقولوا ادجوان اليوم. كيما ما عادش نقولوا باغ اكزومبل جوج دو ليني، مساعد حكم. اليوم سي دي كولابوراتور هما باش ينجحوا المدرب. علاش انت اليوم تشوف حتى في اخر الموسم الفريق المتوج المدرب نتاعو اش يقول المدرب؟ اول حاجه يشكر زملائه اللي يشتغلوا معاه. انت تشوف في التنس مثلا في العمل الفردي اللي هي رياضه فرديه وصعيبه برشا، تشوف نادال يخرج يتكلم ياخذ رونغاروس يكلم البوكس نتاعو كله يقول فلان وفلان وفلان، تا
تغيرت اليوم المفاهيم اوكي والوسائل اللي ولات وسائل ممتازه جدا خاصه على المستوى العالمي. ثابت في علاقه بالموضوع نتاع المدرب والاطار الفني ككل وايضا بالمعد البدني. يعني اوكي يقول لك قيس المدرب هو معناها راس الهمده داعش في الاخر اي حاجه ياكلها هو الاولاني. لكن اليوم ولا الجمهور زاد يعرف النوعيه اذا فما اصابات يقول فما قله تحضير بدني وهنا يرمي المسؤوليه على المعد البدني. كيفاش؟ خاطر الاصابات سامحني ثابت خاطر قلت قل من الاصابات تو انت المعد البدني والاعداد البدني جيد. السبب نتاعها ماهوش لا شارج دو ترافاي نسميوه احنا الحمل ما شكون الحمل التدريبي شكون يعملوا؟ يعملوا المدرب مع لي اسيستون نتاعو. الحمل التدريبي هذا كما تاسسلوش قبل بون بوني جين في انا شنو نعطيك اون شارج دو ترافاي وانت مصبح للصباح تي فا تو بليسي. انا نعطيك اون شارج دو ترافاي والتيران خايب. احنا في النادي الافريقي في 2006 مع الدكتور كريم الشمار اللي هو سيتون سوميتي في العالم. تحيه ليه في قطر موجود. في قطر هو في السيلول اللي موجوده العلميه نتاع البحث. خليه العلميه يعني معناها الابحاث المتطوره جدا يعمل يعني فيها هو سيتون سوميتي مونديال نسلموا عليه. في ايطاليا معروف برشا سي كريم. على الاخر عادل وصلت عمل دراسه هو وراها لنا 60% من الاصابات وصلت في النادي الافريقي تقريبا 2005 2006. من الكاليتي نتاع الملعب لا بلوز من الكاليتي نتاع الملعب تعمل الاصابات كي يبدا يابس بار اكزومبل الغازون يابس برشا ولا الترينا برشا على التارتون تي سوليسيت لي بليسور. انا عوان متعدد الحقيقه دونك كي تطيح تصير اصابات يمشيو تو ينقزوا شكون موضه جديده ولات لي بريباراتور لا سي با توجور فري. الاطار الطبي زاد مهم جدا 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 في العمل. الاطار الطبي مهم جدا. فما ديتاي امبورتون وذول اللي يعرفوا الملاعب الكل شرب قله شرب الماء يعمل زاكسيدو مشكلير معناها ان ديتاي اللي داخل في ليجين دو في نتاع الملاعب ابار السهر وكل شيء. وباش يذكرك مجيد قبل تجي تشرب ماء يقول لك لا ما تشربش لا ما انت قبل تحكي لك قبل راجل ما تشربش الماء عطش شرب الماء. نعطيك حاجه بالعكس حكى برشا على ريكوبيراسيون ركز مع الريكوبيراسيون. فما حاجه اخرى حاجه مهمه جدا ثابت. نعطيك حاجه الكاري دونتير بالطبيعه تعمل ليزيون مسكولير معناها اليوم لي ديتاي الصغار الصغار معناتها مهمين برشا وراهو الشارج دو ترافاي اللي عملها المعد البدني ليزانترفونسيون. عبد المجيد اومبريف نبدا كمل فكرتك وكمل مع حسن ونخلي لكم المجال باش تفعلوا في علاقه بالتحضير الفني والبدني والنفساني. راهو التحضير كله يتيح في الماء اذا الملاعبي ما يستقيمش في حياته. فما ليجان دي في نحكي عليها قيس العقول. استقامه استقامه مش الماكله بر استقامه في حياته والنوم وشرب الماء والريكوبيراسيون اهم حاجه. ما نعرفش حسني نحب نسلك في الاطار هذايا لان برشا نقاط قضيتهم انا. كلمه الاراده اوكي العزيمه المداومه الاستمرار المداومه في شنو؟ في الانضباط المداومه في الاكل المداومه يعني على مستوى النظام الغذائي على مستوى النوم على مستوى شو يقصد بالمداومه؟ اذا كان نقولوا المداومه كبارامتر فيزيولوجيك فيزيك هو القدره انك تعمل ديزيفور ماهيش ماهيش قويه برشا مودغي من الفتره طويله بالكدا. وهذا يمكن كان نجموا نعرجوا على حاجه لاعبين نتاعنا التوانسه اللي شاركوا في الكاس العالم تو اغلبهم جايين من البطوله التونسيه من اوروبا ولا من الخليج واللي جايين من اوروبا ما همش لاعبين يلعبوا في فرق اللي هي تسيطر على اللعب. فرق اغلبيتهم تقبل اللعب وتداوم في البلوك اللي نحكيوا عليه باش يفكوا الكره. برشا ناس حكيوا مثلا مقابله استراليا قالوا نحن ما كناش في المستوى. انا يمكن هذه نظريتي انا بدنيا اللاعب التونسي كالكسوال يلعب في تونس ولا اللي يلعب البرة متكون باش يدافع يفك الكرة بعد هيش باش تصنع اللعب يطلب منك حاجات بدنية أخرى هي الإكسبلوزيفيتي وسورتو لا كاباسيتي سامحوني نحكي الانفجارية القدرة أنك تكرر لي زيفور أو تانتونسيتي بطريقة متكررة برشا. هذا ما نلقاوش في الناتور نتاع لي جوار نتاعنا. وسي قيس درب برشا لاعبين من مستوى عالي مثلا كان جيو لاعب كيما ميسي ولا نيمار وتقيدوا بديزيفور كيف ما اللي يعملوا فيهم اللاعبين التوانسه نتاعنا
باش يلقى روحه خارج المنطق اللي نجم يلعب فيه. كيف كيف نحن اللاعبين نتاعنا بدنيا متكونين كلكو سوا في تونس ولا اللي يلعبوا لبرا، خاطر في فرق ما تسيطرش على اللعب، انهم يقبلوا اللعب، عندهم القدره على المداومه. برافو. وعندهم القدره على تكرار المجهودات اوت انتونسيتي، هذه اللي مفقوده عن نعم. حسن، حبيت فقط في علاقة مع هذا الموضوع، الطرح نتاع الكباتن ما شاء الله مهم جدا، واللياقة البدنية تحدد النتيجة الفنية، وفي المونديال شاهدنا هذا، حتى الأرجنتين المغرب ما تقدم كرة كبيرة، لكن الأرجنتين في دورة ثمانية لأنه منتخب حاضر بدنيا، وفما أرقام تؤكد ذلك، المغرب ما يكون جيل موهوب لكن جيل شاب، جماعة 21 و22 سنة و24 اللي بدأ بيهم حتى اليوم، في غياب دي ماريا ديبالا خارج الحسابات وغياب لاوتارو مارتينيز، اختار جيل الشباب. هذه في علاقة مع المنتخب الأرجنتيني، لو لقينا وقت نحكيو عليه بعد، بابلو فرلانديز، ألفاريز واسماء أخرى. الأرجنتين في ربع النهائي لأنه من أكثر المنتخبات حضور لياقي، على عكس الأرجنتين والبرازيل متاع قبل اللي يلعبوا برشا كورة وبدنيا ما همش حاضرين، وتلك حكاية أخرى. لكن الكلام اللي سمعته في وجهة نظري فيه برشا رومانسية بعيدة على الواقع التونسي، ماهوش لوم طبعا، رومانسية وين؟ وقت اللي أنا نرجع لحقيقة الميدان، الحقيقة التونسية، خليل الجباب لي، جلال الهرقلي، موريرا هو مش تونسي لكن من الأسماء التي صنعت ربيع على الأعداد البدني في الترجي انذاك، كريم الشماري في الافريقي وهو ما شاء الله دكتور، سيبو بكر الحناشي، والقائمه طويله لهذه الاسماء التي تؤكد شطاره المدرسه التونسيه على المستوى اللياقي وكذا، دي بريباراتور فيزيك ا ديمونسيون انترناسيونال، الكل خرجوا. الواقع الحين يقول انه المعدل البدني من طراز عالي مفقود في تونس مع بعض الاستثناءات، بحذا الكابتن عثمان، ودائما فقط اللحظه قيس ما قطعتكش، ما نوافقكش باش نكمل الفكره فقط. عندنا كفاءات تلعب في تونس، جايك فما نوع من الفراغ وهو يحدث في كل القطاعات، لكن مش هذا المشكل. حبيت نوصل انه ايضا المعدل البدني اكيد يطلع الكابتن عثمان ويطلع ما افضل من الكريم ومن المريره ومن الخليل الى اخره، هذا متاكدون منه. جمال مش عثمان، تقصد في جمال؟ جمال إيه أكيد إيه، قعدت مع عثمان النجار صديقنا المميز، صديقنا تحية ليه، أيضا المحترف خارجيا. لكن حاليا المعدل البدني مع بعض الاستثناءات نوع من الصورة في البلاد، وهذا كلام متاع لاعبين دوليين حتى يتفاعلوا معنا في هذه الآونة والمباشر شغال. يقول لك المدرسة متاع المدربين الكبار في تونس، أسماء كبيرة مانيش نسميهم لعدم الإحراج، بالنسبة ليهم المعدل البدني الصورة، والكباتن يعرفون على شو نحكي. إيش معناه؟ معناه المدرب هو اللي قاعد يحط، وقيس يعرف على شو نحكي، المدرب هو اللي قاعد يحط، ليس في البرنامج الفني فقط، حتى في البرنامج البدني في علاقة مع احتياجاته ومع أولوياته. بالتالي الحكاية رومانسية شوية متاع مانيش في اللوبتيك متاع فرنسا، أنه سيريل موان البريباراتور الحالي يعمل كل شيء وديدي ديشام ما يتدخلش فيه. الواقع التونسي صعيب شويه مع بعض الاستثناءات، لانه المدرب الاول هو اللي يحط بعض البرامج. يلزم تفاعل معك وبعد تواصل. تفضل. دور المدرب الاول، خاطر الخوف وين؟ انت تخاف من مدرب ما يفهمش فيزيولوجيا الجهد اللي هي لا فيزيولوجي دو ليفور. المدرب كي ما يفهمش لا فيزيولوجي دو ليفور راهو يخيبة المسعى. المدرب في علاقته بالمعدل البدني دور رقابي، تعرفش معناه دور رقابي؟ وقت اللي المعدل البدني يخدم في اون فيليير من لي فيليير وشاد الكرونو نتاعو، المدرب شاد الكرونو ويلزم تصفيرتهم مع بعضهم ويعرف وقتاش باش يزفر وقتاش باش يعاود، دور رقابي. انت في النظري قيس في العمل التدريب البريباراتور يحكم في العمل، ما فماش فصل راهو ما بينات المدرب والمعدل البدني. في حصه تدريبيه في سيتوياسيون معينه
مش يدخل المعد البدني يخدمها ويخرج بعد يجي المدرب. خاصة وأنه سامحني جميل. ما بعضهم يخدموا كويس. أكيد. سامحني. الترافاي سون بالون توا مقص برشا. الكل وانتجري. كل شيء انتجري بالكرة وانتجري نجم يفسرها بطريقة أخرى مختلفة. انتجري هنا في تونس يعني يفسروها نوعا ما انتجري افيك بالون يعني هذاك الترافاي تكتيك انتجري. في إيطاليا احنا فسرونا حاجة تخدم ترافاي تكتيك نتاعك شيء أي اكزرسيس تعمل سي تان ترافاي تكنيك وتكتيك من بعد. عندك كان ترافاي انتجري اللي هو ترافاي سون بالون بعد عندك مندمج عندك ملاعبي تحب تشوف اللي هو ناقص ترافاي فيزيك ولا يلزمه شارج اكثر شويه تتك عليه تقول له اسمعني انت راه يلزمك تخدم معايا ترافاي سيك سون بالون كذا كذا كل التمرين زونترينمون تاع الحديثه ملي تبدا للي توفى سي تكنيك وتكتيك كابتن نجم كلوا عمليين جربت في تونس دربت في تونس وعندكم خبره ما شاء الله عندكم لما ليبر مع المدرب الاول شوف نجم نكونوا عمليين ونفيدوا الناس اكيد نكونوا عمليين بعيد عن سؤال وجيه حسي سؤال وجيه يجاوبك صعيب ياسر باش تلقى مدرب جاي اليوم وجاي معد بدني اليوم وما يعرفوش بعضهم شي نجم يخدموا مع بعض اوكي وكلام نرجع كلام اللي قالوا قيس انه فما تجانس قلت لك فما ثقه وفما ما نعرفش انا السبيد جروب هذا المانيوال عادي قيس باي ذا بوك قيس في الكتب عادي باش نعطيك الحقيقه حقيقه الخدمه في تونس تهز انت التليفون عاد تعرفني انا مثال اليوم تعاقدت مع فريق تهز التليفون وخيانا انا وياك تقول لي يا قيس مثال راهو عندنا جمال النفاتي راهو ممتاز واللي تحب انت اوكي فما المخط الخاطر الساعه وفما انا يلزم نعرف خاطر باش ينجحني ولا يبركني السيد مع البقيه اللي معايا نقعد نشرب قهوة أنا وجمال لحظة برك نحكيو في الفوتبول نحكيو في كل شيء تحس لي زون كان فما نفوس كان فما ولا فما حاجة أخرى أنا أحكي لي أن كوليج يقول لي راهو خدم معايا فلان الفلاني راهو ممتاز ما شاء الله نغتنم أنا فرصة أنه فلان الفلاني ما يخدمش من دون عمل نهز التليفون ونكبر به وحاجة تريز امبورتونت لونترونور أون شيف qui ne met pas en valeur son staff technique معندوني يمشي رومانسي كبرهم يعقوبي انت لا تزال انا نخدم بالعقليه هذه رومانسي سؤال مباشر ليك عثمان واوني واوني معليش معليش جمال نفس جمال 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 فيه مدرسه تحمل من الاسم خالد بن يحيى او فوزي بنزرتي ايه سبيتا سبيتا والله عارف شوي شوي والله يحس شوي 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 غادي شوي شوي نحب نفيدو ناس نحب نفيدو ما فماش ارقام احصائيات اليوم نكملوا مع الموضوع هذا ما فما اي مهم جدا دوك خلينا نكمل السؤال في نادي ونحب الاستعانه بتجربه شخصيه انتم دربتوا في نادي فيه مدرب اسمه فوزي بنزرتي ولا خالد بن يحيى بعيدا عن الرومانسيه نتاعكم عندك ليمان ليبر تلجم تحط معه كل شيء وهو في البريباراسيون فيزيك يشد لاليني من الغادي سي فوزي وخالد ويخليك يعني الايدي مفتوحه باش نجيبك اول حاجه معد بدني ما ينجمش يكون رومانسي مستحيل لا الرومانسيه بتاعك مش في الكلام عارف المعد البدني انسان عملي اكثر منه وعملي ما ينجمش يكون رومانسي عندك حريه مع مدرب كبير ما فماش حريه مع مدرب فوالا المدرب انا نقول لك يمكن تسال سي قيس ينجموا مثلا يقول يقترحوا عليه مساعد مدرب ينجموا يقترح عليه مدرب حراس ينجموا يقترحوا عليه لاعب الحاجه الوحيده اللي ما ينجموش يقترحوها عليه هو المعد البدني لازم يكون يعرف لازم يعرف علاقة. طريقه خدمته سي فوزي البنزرتي سي خالد بن يحيى نكون له كل احترام لكن ما نعرفوش يا امثله امثله سي فوزي البنزرتي من اكثر الناس اللي تعطي حريه للمعدين البدنيين جميل وهذايا معدين بدنيين خدموا معاه وهما يحكيوا لي جميل من اكثر الناس يكون انسان عنده فيه ثقه خصني راه وقف في سنوات التسعين في الموضوع يعطيه الحريه التامه لا لا وقفت نمشي لجبله بريباراتور فيزيك من فرنسا نقطه مهمه وسمح لي سي مجيد نسينا باش نقولوا للناس انه ايمن الجديدي اللي توا يقود اللياقه البدنيه في المنتخب على ذكر مازالوا معدين بدنيين مع القائمه اللي خرجوا مشينا جبناه من لونس باش نفيدوا الناس المعد البدني مش بالبطوله التونسيه ما لقيناش لا مع شو مش بالعكس حاجه باهيه برشا مش خايف يلا عبد المجيد يلا عبد المجيد يلا كلمه عندك عبد المجيد ما خلينيش الكل كل امان ما تغشوليش مجد لا اتكلم جمال قبليك نقطه هامه برشا برشا وحبيت نقف عليها واللي تم المنتخب قلت هشام غزية مع قلت جمال جمال ايمن زيدي ظهر لي ما جمال قال في الاتفاق من قبل المونديال انه يمشي للمونديال معاهم ثابت ما نتصورش نتكلم يلا جمال قلت المنتخب معناها يلعب بطريقه
اللي ما تخولوش باش يلعب طريقه هجوميه، خاطر ما عندناش لي جوار اللي عندهم ليكسكلوزيفيتي، معناها ما نجموش نلعبوا كان بالطريقه الدفاعيه نتاعنا. معناها احنا توا مكتوب علينا تونس، معناها نتكلموا تبارك الله عندنا برشا معدين بدنيين او سميو فيهم، ونعرفوا جمعياتنا احنا على المستوى البدني ولاو عندهم تحضيرات كبار برشا، معناها يشاركوا في البطولات الافريقيه، دونك سون معناتها بيان بريباريز بو فيزيك. وعندنا ملاعبيه كل بون صغير يلعب في البوندوس ليغا، معناتها يلعبوا في فرنسا، فرنسا معناتها المستوى البدني معناتها بطوله محترمه. محترمه جدا. معناها اليوم انت تربط الشيء هذا بالاعداد البدني اللي ما يجموش يطبقوه الملاعبيه. انا نقول لك لا مش صحيح. باش نقول لك علاش. لا لا فهمتوا لا 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 لا, لا 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 هو يحكي معناه احنا المنتخب تاعنا معناتها تلمو نلعبوا البلوك وشيء ما عندناش القدره باش نلعبوا. لا لا انا قلت الناتور نتاع لي جوار نتاعنا اي اون سو تروف دون نوتر ايليمون في الحاله اللي احنا نحبذوا نلعبوا فيها كي نلعبوا بالطريقه هذيك واللاعبين نتاعنا باش يكونوا كي نقول لك الناتور نتاعنا احنا هي جاينا من المدربين اللي تعاقبوا على المنتخب الكلهم ما بدلوش نظام اللعب نتاع المنتخب الوطني التونسي. البطولة. البطولة ساهمت برشا. اللاعبين نتاعنا اللي يلعبوا في صحيح ساهمت برشا انا معاك. مستوى انهم هذا. يقبلوا اللعب. ساهمت البطولة نتاعنا تيلمون لي زونتونور يخافوا على بقاياهم ولا يلعبوا تري ديفونسيف. هذه معناتها اللي تعدات. تعدات على اللاعبية وتعدات. اكزاكتومون وحاجه ثانيه وزاده ثابت ثابت ترانزيسيون معناها ترانزيسيون احنا لجيد لا اسمع لا لا اسمع بلا خلينا شو ترانزيسيون ثابت ثابت نسمعوا فيه ثابت ترانزيسيون احنا ما عندناش ترانزيسيون ما عندنا حتى جوار رابيد قدام لا عندنا ترانزيسيون لا عندنا تاك بلاسي ترانزيسيون ماهيش كاليتي ماهيش كاليتي فيزيك كورا فيزيك كاليتي تكتيك دونك احنا شنو احنا الفيزيونومي نتاع انا متفق مع في اللي ملعبيتنا ما عندهمش اكسبوزيتي قدام وما نجموش نلعبوا معناتها لو جو رابيد كل شيء دونك هنا النقطه الهامه برشا عندنا فرقنا الكل ما ساهمتش ما ساهمتش بصفه معناتها كبيره برشا في معناتها باش نلتقيوا بالمنتخب نتاعنا والدليل ان اليوم لازم نحشموا على رواحنا كي نشوفوا معناتها المهاجمين اللي عندنا في المنتخب اللي هما ثلاثة جزيري وعصام والخنيسي هذوما ثلاثة والبطولة التونسية نتاعنا ما فرزت حتى مهاجم معناتها صالح باش يكون في المنتخب سمعني تعقيب صغير باش نعطيه للناس حقهم أيمن الجديدي ما عادش موجود معاهم وموجود السيلول فيها محمد التونسي هشام غزية ومحمد عايشي باللهين بالاناليز دو بيرفورمانس علاش جبت لك النقطة هذه يا جمال؟ أنا كنت في المنتخب عام 78 ما ساعة ما جيش تالي أو يسمع فيا كان يطر. تعرف يقول لنا؟ يقول لنا أنا كي باش نعطي الكونفوكاسيون نتاع ليكيب ناسيونال نهار اثنين نتاع لي زاتاكون ما نرقدش أنا بحذايا توفيق بن عثمان نبداو نخمو نحسوا اللي احنا ظلمنا لي زاتاكون اللي يستاهلوا باش يكونوا في المنتخب. علاش؟ عنده على الأقل تسعة مهاجمين معناها ما يحير باش يختار شكون منهم. اليوم سي عبد المجيد اليوم ثابت معنا حتى داكون لازمنا نخرج من الميثودولوجي تراديسيونيل تو إيه؟ في كرة القدم العصرية فما دو ميثودولوجي اللي يخدموا بها من برا في اسبانيا عندك ميكرو سيكل ستريكتوري في البرتغال بريديسيون تكتيك تو وقت اللي يجيك بريديسيون تكتيك وقت اللي يجيك ان بورتوغي بريباراتور فيزيك وان بورتوغي اونترونور يتقابلوا مع بعضهم اول مره باش يخدموا في نادي مع بعضهم ما عندهم حتى اشكاليه مع بعضهم خاطر خارجين من نفس المدرسه ومن نفس الميثودولوجي دونترينمون يخدموا عندهم دي سو برانسيب سو برانسيب دي برانسيب ان موديل دو جو واضح طريقه عمل تكتيكي وبدني ما يفصلوش يعني بين لي زاسبي هذوما الكل في اسبانيا عندك ميكرو سيكل ستركتوري اللي هي منهجيه اعتمدها الاتحاد الاسباني منذ 20 سنه ونادي برشلونه دونك احنا لازمنا نبعدوا شويه عن الميثودولوجي تراديسيونيل نتاعنا اللي المعد البدني عنده تصور وحده والمدرب عنده تصور اخر ونربطوا الاعداد البدني بالشيما تكتيك سي باسا احنا تو لازم نشوفوا ان موديل دو جو اللي واحد الانديه الكل اللي تعتمدوا الاداره الفنيه نتاعنا باش كره القدم نتاعنا تتطور ما تطورنيش بالكل خاطر نلعبوا ديما بالطريقه الدفاعيه قاعد نشوف انا كلمه واحده انا كلمه واحده قبل السؤال خلي كابتن حاج يسال سؤال ويمشي عندي طياره لا مش يمشي يعني عندي طياره يوم الثلاث فمستعجل يلا تفضل استاذ تفضل دلوقتي يعني انا عايز اسال الكابتن جمال دور عشان بس نوضح للمشاهد دور
القياسات البدنية اللي بتتعمل قبل فترة الإعداد وأثناء التوقفات في شغلك كمعد بدني؟ سؤال مهم برشا خطر. برشا ناس يستخيلوا الاختبارات هذوكم باش يقيموا شكون يلعب شكون ما يلعبش. لأن في فروق فردية بين كل لعيب وفروق فيزيولوجية وفروق أكيد هما الأسباب مثلا نعملوا هذاك لسببين اثنين. أول حاجة باش تعرف الحالة اللي موجود فيها اليوم وتعاود تقيس باش تعرف الحالة اللي موجود فيها بعد شهرين على الأقل باش تشوف روحك ماشي في الثنية الصحيحة ولا ماكش ماشي في الثنية الصحيحة. ثاني حاجة مش كيف ما ندرب لاعب عنده القدرة أنه يجري 13 كيلومتر في الماتش كيف ما ندرب لاعب عنده القدرة أنه يجري 8 كيلومتر في الماتش. كل واحد باش نشوفوا الخاصيات نتاعو وباش نعرفوا شنية الحاجات اللي لزمنا نحسنوها له والحاجات اللي نحافظوا له عليها ما نركزولوش عليها أكثر. تعقيب صغير واحد جمال اي تفضل انا الكلمه باش نقول احنا لازم نتفقوا على حاجه. هل ده بيتم كره قدم اليوم وكره قدم العشر سنوات القدام وعشرين سنه تعتمد خاصه على خصلتين على المستوى البدني كان غلط وقف صحيح القوه والسرعه اليوم فورس فيتاس محمد صلاح هذه قداش من كيلومتر ما عادش محمد طوندونس قداش من كيلومتر عمل ما عادش طوندونس اليوم الفارق يتعمل الفوق انت خذ لي دو موديل اللي عندك شكونهم ميسي ورونالدو ولا في ال 15 سنه الاخيره ميسي ورونالدو ولا شوف الخصلتين المهمتين عندهم القوه والسرعه الاثنين سريعين وقويين. يلزم احنا شغلنا اليوم يلزم وياك بكره القدم المتطوره يمشي دون سو سونس يمشي في الاتجاه هذا. انا نذكر في 2006 روجي لومير كان في الفتره الشتويه تاع التوقف احنا نعاودوا تقريبا اون ميني بريباراسيون نعاودوا اعداد جديد لكن مش كامل كما الاعداد الصيفي لكن اقل شويه. يدور هو ابو بكر حناشي على الكلوب وانا من كان من المدربين اللي كان الشرف انه زارني وانا كنت في عند راهم يخدم على موضوع لا بويسونس مسكولير شنية الطريقه اللي باش نحسنوا بها لا بويسونس مسكولير بالنسبه للسوجي التونسي اللاعب التونسي. وقتها قعدنا واتفقنا على ان لا فورم بليومتريك وقتها هو اتفقنا على ان الفورم بهكذا تفكير نجموا نلقاو المشاكل نتاع المنتخب نتاعنا. تقول مثال عبد المجيد اليوم عنده الحق راهو عبد المجيد لعب كوره وكان اتاكون يحب يشوف منتخب تونسي عنده الاستحواذ ويبني ويبني من تالي وحارس مرمى يعرف يلعب سقيه ونتعداو للزون نتاع وسط الميدان وبعد نمشيو للزون دو فيتاس بار دي باسكور تولي تحبك عندك الحق ولا دقيقه برك راهو فوتبول اليوم تبدل. اليوم كاس العالم عندك زوز نوادي زوز منتخبات شفتهم انا الطبع نتاعهم ما بدلوش سي لا بوسيسيون سا قبل كل شيء برازيل واسبانيا الباقي الكل يلعبوا على لي ترانزيسيون دون سو سونس دون سو سونس هذا شفت انا سي قيس سامحني لحظه بركه باش نعقب على كلام لا بويسونس مهمه ياسر سي الكارفور نتاع الكاليتي الكل وقت نكملوا هو هذا الصباح يقعد في ساعه تعقيب صغير خاطر مهم جدا اما اسكن علموها في السينيور لا لوطه تخدم نستأنسوا مو بتجارب أخرى لا لوط حكي سي ثابت على إسبانيا والبرتغال ما نمشوش لبعيد نمشوا للمغرب. أنا خدمت في المغرب وشفت الجامعة متاعهم تخلص معد بدني للشباب وتخلصوا بالكدي بالكدي والبرنامج يجيه من الجامعة وهو اللي إلفي على الكاتيجوري جون الكل على التطبيق متاعه. ما مشيناش لبعيد مشينا للمغرب نايف أجرد نحكي ونحن نقول المغرب جواري جايين من تشيلسي وجايين من جمعيات كبار اللي يلعب في اللاكس لاكس نايف اكل هذيك هو الثمره الاولى نتاع نتاع اكاديميه محمد الخامس نعم جواد اليامق كيف لاعبين خرجوا سيتان برودوي نتاع برشا خدمه هذا اللي لازم نبداو فيه صحيح اون دو انستوري سا خاطر ما نعلمهمش في السينيور لي كاليتي هذوما بربي عاد نجم نختم عبد المجيد نختم حاجه هامش بدها قيس توا قال الفورس والفيتيس والبيسونس هما اهم انا عبد المجيد انا نجم نخلي لك الكاميرا وتقعد راك تحكي تبكل عليك عندك القدره انك عمرو اديب نتاع قناه التاسعه انت ما كنت تبدا تبقى بيني حتى لا تبكل عليك فهمني لا والله بحق جبد كلمه هامله قال البيسونس والفورس والفيتيس هما لي زيليمون المهمين في كره القدم موافقوا لكن كي نشوفوا ماتش جابون واسبانيا وي اسبانيا مستحوذ على الكره ولا
اليابان في ساقيها 18% كرة بوزيسيون والباقي عند الاسبانيول. شكون ربح؟ ربحت على حاجه واحده، ترانزيسيون تاعها رابيد، السرعه والسرعه واضح. دونك شفت معناها شو رايك نرجعوا للموضوع في مواعيد قادمه باعتبار انه يعني البرنامج مازال مستمر والمتابعه طبعا لكاس العالم والقراءات المختلفه اكيد باش تبقى للايام القادمه في علاقه بكاس العالم، المشاركه التونسيه، المشاركه العربيه، المشاركه الافريقيه، وايضا التقييم الى حد الان فنيا بدنيا وغيره حتى على مستوى النتائج. ديجيتال مونديال، عزيزي منجلي ومهدي الحفصي. خلينا كالعادة نشكر سلطان أحمد طبعا اللي بدوره يتمنى التوفيق لكرة القدم التونسية في قادم المواعيد. أجمل نكهات الشرق في تونس، مطعم السلطان أحمد بالمنار، مصنف اليوم بين أحسن المطاعم المختصة في الأطباق التونسية والشرقية، بين الخليجية والسورية وخاصة التركية، من غير ما ننساو الأطباق العالمية. مطعم السلطان أحمد لؤلؤة الشرق ومتعة التذوق في مكان فخم مع ضيافة ملكية. للاستفسار التواصل معنا على صفحة الفيسبوك أو الانستغرام أو الاتصال على الأرقام الظاهرة على الشاشة. في ضيافتنا الحريف هو السلطان. حسني قال لي نحب نحكي شوية على مباراة الأرجنتين وأستراليا. قلت له ولا راهو اليوم كانت مباراة تونس والأرجنتين وعبد المجيد في الفان زون بتاع أوريدو. فهمت يتفرج. راني مخبي بتاع السياحة. سامحني. خمسة بتاع السياحة. يعني لو حدثت مباراة تونس أرجنتين ثم النهائي مجيد يمشي للمنطقة بتاع المشجعين خمسة تاع الصباح. ديما يمشي على بكري. ما هو السبب لو سمحت؟ اسأله أنه بحذاك. ما هو السبب؟ الشغف بكرة القدم التونسية. آه شغف. هذه تابعتكم منكم من برا. هذه المباراة على الشاشة وهو ينظر إلى الوراء. قال أهوك. أستاذ شريف قال. قال أستاذ شريف. مش عايز أقول عملي كمان. معناها انا تو في مصر وفي دبي يعرفوني نخرج من التاني من نخرج القدم. اقول هكا هو بعد الماتش عيط. انا كنت فاكره بيعيط عشان تونس فازت على فرنسا. هذه تبع وانا بعيط. كان بيعيط عشان ده كان اخر يوم ليه في الفانزو. مش هيشوف اللي حصل. عمال اقعدني وطبطب عليه واقول له معلش خلاص معلش احنا فزنا وخيرها في غيرها واللي جاي اتاريه بيعيط وباصص ورا عشان بس انا مدي ظهري للحسنوات. يعني وانا مش متفطن كابتن شريف، يعني على يميني عادل امام تونس وانا بعيط. لا 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 انا بعيط. لا هو في شويه من عمر الشريف الفنان عمر الشريف. الله يخليك. على اية حال عبد المجيد تكون شريف عبد القادر يعوض الناصر البدوي على يسار دفاع منتخب التاسعة. يعوض الناصر البدوي. يلا كمل معك منتخب التاسعة وغدوا نرجعوا لاكثر تفاصيل. لأنه خبر مهم يقدم في التاسعة سبور. ميسي منذ قليل تجاوز دييغو أرمالدو مارادونا كثاني أفضل هداف في تاريخ الأرجنتين في كأس العالم. الهدف التاسع لميسي. باتيستوتا غابيغول مازال 10 أهداف، ميسي 9، يخلي وراه دييغو 8 أهداف. ميسي يقترب ايضا من حاجز 800 بونتو. حبيت نختم بها الخبر لانه حديث الصحافه الارجنتينيه والعالميه. نعم. ليو يقترب من 800 بونتو، حاجز تاريخي. هو اليوم 789 هدف مع الارجنتين رسميا بتسجيله الهدف الاول في مباراته الالف. نحكيه على مباراة الألفية اليوم، عناوين مزدحمة حول ليو ميسي. الأرجنتين فازت بهدفي ميسي وألفاريز، هذا في ربط مع شو صار بالنسبة لسكالوني بطلب من ليو ميسي. يتم اعتماد الجيل الجديد، دي ماريا غير قادر بدنيا، لكن ديبالا خارج الحسابات ولوتارو خارج الحسابات، والزكسبير كل يتبعوا الكرة الأرجنتينية. واعتماد الجيل الجديد اللي بدنيا هزم أستراليا بسلاح أستراليا قيس. نحكي على إنزو فرنانديز، ماكاليستير جديد في الخط الوسط، وألفاريز
يعني الجيل الجديد بيطلب من ليو شخصيا اعطاء الفرصه. هذو مجموعه نتاع 21 عام و22 عام وصنعوا الفارق للارجنتين، والهدف ضد مجرى اللعب استراليا تسيطر اللي احنا خسرنا معاها، وكاننا خسرنا مع منتخب كينيا الشقيق. أستراليا تسيطر والأرجنتين تسجل بفضل العملية الثلاثية متاع ميسي ماكاليستير، وعاود رجعت الميسي بعد ما وقفت عند يعني جملة مكررة حتى كان بيعملها في برشلونة، جملة مكررة بالضبط. شكرا حسي الزغدودي على كل هذه المعلومات. نذكر بالمسابقة متاع الاسماس طبعا سي 85 840. تجاوب على الأسئلة طبعا باش تقوي حظوظك في الربح، والربح 10,000 دينار، 10 ملايين كاش. أكيد 4 أيام مازالوا يفصلونا على القرعة، فحظ سعيد لكل المشاهدين. الشكر موصول للشيف عبد القادر على الصحة، أيضا ثابت القادري. تحية لأحمد وكنزة أبناء أختي اللي يتابعوا فينا تو، تحية لهم الكل، وتحية لمشاهدينا في تونس وخارج حدود الوطن. جمال نفاسي يعطيك الصحة نورتنا، حسني زغدودي يعطيك الصحة ميرسي، أيضا عبد المجيد قبطيني ألف مبروك ألف دينار في انتظار 5,000 و 10,000، وشكر جزيل لقيس اليعقوبي الجمهور الحاضر معنا هنا، والفريق خاصة اللي عمل معنا اليوم لتأمين هذه الحصة. غدوة نرجع 9 غربة لأنه عندنا برشا ما نحكيو، نتبعوا المباريات وأكيد نحكيو على المونديال. إلى اللقاء، تصبحوا على خير.